السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الكرام، أخوات الفضلات، معكم مصطفى صادق. كما هو معروف في علم الاتصالات أو التليكوميونيكيشن بصورة عامة، فإنه علم مليء بالمصطلحات. أغلب هذه المصطلحات تعود إلى فترات زمنية بعيدة نسبيا، ولكنه بمرور الوقت اختلفت معانيها وتغيرت، ولكن أغلب الناس يعني ما زالوا ينظرون إليها بنفس الطريقة التي كانوا ينظرون إليها قبل 5 أو 10 أو 20 سنة من الآن. ايضا في الجانب الاخر، الكثير من الدارسين الجدد لهذا العلم يقرؤون الكثير من المصطلحات بدون ان يعرفوا معناها الاصلي، لانه الان اعتبرت هي من البديهيات في هذا العلم. ويفترض الكثير من كتاب يعني المحاضرات او الدروس او حتى الكتب ان القارئ يفهمها بشكل تلقائي او بديهي، ولكنه للاسف في اغلب الاحيان يتم اهمال هذه المصطلحات وعدم فهمها بشكل دقيق، وبالتالي تبقى مصطلحات مبهمة تستخدم على عواهنها او بعمومياتها بدون فهم يعني مفاهيمها الاساسيه. واحد من هذه المصطلحات اللي لاحظت الكثير من الاخوه والاخوات يعني يشتبهون او يخطئون في فهم معناه هو مصطلح البرود باند. البرود باند يعني كمصطلح هو يعني نطاق عريض او نطاق واسع، ولكنه نطاق واسع الى اي حد او الى اي مدى، او مقارنه بماذا؟ بصورة عامة يقال بأنه البرودباند كوميونيكيشن أو الاتصالات واسعة النطاق تعمل على مفهوم أو مبدأ الوايد باند فريكونسيز، ترددات واسعة النطاق، والذي يوفر يعني عرض نطاق أكبر بكثير من النيرو باند تكنولوجيز. سابقا عندما كانت يعني تكنولوجيا معلومات أو يعني الاتصالات بصورة عامة تتم عن طريق خطوط الهاتف يعني السلكية أو حتى اللاسلكية، يعني كانت تستخدم فيها نارو باند اللي هو عرض نطاق ضيق جدا، لأنه كانت تستخدم فقط لنقل الإشارات الصوتية المحدودة بشكل يعني إلى حد ما. بعد ذلك عندما ظهرت خدمة الإنترنت وتم بالنهاية دمج خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت في شبكة كبيرة سميناها الإنترنت، ظهر لدينا ما يسمى بالبرود باند، والذي هو عبارة عن نطاق أوسع من النطاق الذي كان يستخدم سابقا في شبكات التليفون. فبصورة عامة أي نطاق أي باندويث هو أعرض من الباندويث المخصص للتليفون سابقا هو يسمى وايد باند أو برود باند. أيضا هو عبارة عن يعني تعبير عن الوايد باند مثل ما ذكرنا of frequencies that can be divided into channels of frequency pins، واللي هو أيضا يعني واحدة من المميزات المهمة جدا في عالم تكنولوجيا الاتصالات اليوم، التي هي كيفية تقسيم الحيز الترددي إلى مجموعة من الكاريرز والسب كاريرز، واللي هو أبسط أمثلتها هو الـ OFDM الـ Orthogonal Frequency Division Multiplexing، الذي أيضا يحتوي على مجموعة من السب شانلز أو السب كاريرز، والتي كل واحدة منها تحتوي على مجموعة من الفريكونسيز المستخدمة ضمن الباندوث الكلي. هذا هو المفهوم اللي حبيت أنه أتحدث عنه اليوم، وأتمنى أنه يكون بعد الآن يعني واضح مفهوم للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا، وانتظرونا في شرح مفاهيم أخرى في المستقبل إن شاء الله. مع السلامة.